مرحبا بكم أعزائي طلبة السادس إعدادي، وعدنا هذا الدرس في يونت 1 صفحة 10 في الكتاب الملون كتاب الطالب. إن هنا فعل الأمر imperative ويستخدم أحيانا في النصيحة، مثلا افعل كذا وافعل كذا، مثل ما نشوف هنا الأفعال تجي بالبداية. طبعا بعدين راح ناخذ النصيحة اللي نستخدم بها should، you should، عليك أن تفعل كذا. لكن بالوزارة من يقول لك imperative راح ينطيك واحدة من هاي الجمل، هاي جاية بالوزاري. أما تقول له you should وتحط فعل مناسب هنا بالفراغ، أو تحفظ واحدة من ذن العبارات تخليها بما يلائم تكملة الجملة. Take some exercise every day، مارس بعض الرياضة كل يوم. Complete the health tips with the phrases in the box، أكمل النصائح الصحية من العبارات في الصندوق. Be safe when you travel، كن آمنا عندما تسافر. Don't drink too much coffee، لا تشرب الكثير من القهوة. Don't smoke، لا تدخن. إذا هنا ما يجي فعل بالبداية فيكون فعل أمر، افعل كذا، كن، فذا drink، اشرب، eat، كل، get، احصل، look after، اعتني. أو يجي هاي بالمثبت، بالنفي يقول لك don't أو never، أبدا. إذا النفي مع فعل الأمر don't أو never imperative، وقلنا الامبراتيف فعل الأمر يجي كنصيحة. drink plenty of water، اشرب الكثير من الماء. Eat a balanced diet، كل غذاء متوازن. Get enough sleep، احصل على قصة كافية من النوم. Look after your eyes، اعتني بعيونك. Never miss breakfast، لا تضيع وجبة الفطور. See the dentist for regular checkups، يعني اذهب إلى طبيب الأسنان للفحوصات منتظمة لأسنانك. Take some exercise every day، مارس بعض الرياضة كل يوم. For keeping healthy، لتكون بصحة جيدة، راح ناخذ بعض النصائح اللي هي راح تكون هذه العبارات، راح نخليها هنا. قلنا ما تحفظها او تقول you should تختار الفعل هنا. مثلا an average of 8 hours a night is about right، بمعدل 8 ساعات في الليل، يعني تقريبا هذا الشيء صحيح أو مناسب، يعني أقل شيء لازم 8 ساعات باليوم تنام. إذا إيش راح نقول؟ get enough sleep، أحصل على القصد كافي من النوم. get enough sleep هاي العبارة خليها هنا ونكمل. إذا من يقول لي imperative أو يقول لي نصيحة advice، راح أقول له get enough sleep، هاي العبارة أنا حافظها، أو أقول له you should، عليك you should get enough sleep. هناتها صحيح. 2. Make sure، تأكد، you eat plenty of fresh fruit and vegetables، تأكد بأنك تأكل الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات. Avoid excessive amount، تجنب الإفراط في كميات من الملح والسكر والزيت الحيوان، يعني لا تفرط في هذه الأشياء الملح والسكر والزيت. إذا هنا شو نخلي؟ Eat a balanced diet، eat a balanced diet، كل غذاء متوازن. واضح هنا من كلمة eat، نخلي هنا أيضا eat. 3. فراغ، it's the most important meal of the day، هو أهم وجبة في اليوم. ما هو؟ هو الريوق اللي هو الفطور، أهم وجبة، واللي كثير من الناس يقول أنا ما أتريق الصبح، بينما هي الحقيقة أهم وجبة. فنختار never miss breakfast، يعني لا تفقد وجبة أو لا تضيع أو لا تفوت وجبة الفطور. 4. فراغ، ideally do sport 3 times a week for an hour، أمر المثال الذي يمكن أن تقوم به هو القيام بممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع لمدة ساعة. If you hate sport، إذا كنت تكره الرياضة، go for
20 minutes walk every day. امشي لمدة 20 دقيقة كل يوم. ايضا المشي هو يعتبر رياضة. طيب شنو هو العبارة المناسبة لخليها بالفراغ؟ take some exercise every day. مارس هذا الرياضة كل يوم. take exercise. 5 فراغ at least a letter and half every day. tea, coffee and soft drinks are not water. على الأقل لتر ونصف كل يوم. الشاي والقهوة والمشروبات الغازية هي ليست ماء. إذا هنا ما طلع عندي كلمة drink وعندي سوائل، إذا نختار drink plenty of water، اشرب الكثير من الماء. لاحظ هنا drink فعل أمر وهو على شكل نصيحة، نصائح صحية. فراغ and brush your teeth 3 times a day. فرش أسنانك 3 مرات في اليوم. إذا شو نقول؟ see the dentist for regular checkups، يعني راجع طبيب الأسنان لفحوصات منتظمة. tea is better for your heart، الشاي أفضل لقلبك. and can even lower your blood pressure، وكذلك يمكن أن يخفض ضغط الدم. إذا شو راح نخلي؟ don't drink too much coffee، لا تشرب الكثير من القهوة. 8 If you do, ask a doctor for help with giving up. إذا إيش راح نخلي؟ Don't smoke. لا تدخن. Don't smoke. إذا هنا فعل أمر للنصيحة ولكنه منفي. قلنا نفي don't أو never. فنقول don't smoke. لا تدخن. If you do, إذا دخنت. Ask a doctor for help with giving up. If you do, يعني إذا دخنت. Ask a doctor for help with giving it up. اطلب من الدكتور المساعدة لأن تترك التدخين. 9 get them tested once a year، يعني افحصهم مرة واحدة في السنة. راح نخلي look after. look after يعني اعتني. your eyes اعتني بعيونك. get them tested once a year وافحصهم مرة واحدة في السنة. آخر جملة make sure you are up to date with vaccinations and take malaria medication if necessary. تأكد منه عندك تلقيحات حديثة وخذ دواء للملاريا إذا كان ذلك ضروريا. be safe when you travel، راح نخلي be safe كن آمنا عند السفر. راح نقول be safe when you travel، كن آمن عند السفر. وخذ تلقيحات حديثة وأيضا دواء الملاريا عند الضرورة، لأنه قد تنتقل إليك العدوى من الناس اللي راح تسافر لهم. إذن باختصار هذا موضوع فعل الأمر، يبدأ الفعل بفعل مضارع وعند النفي نستخدم don't أو never. هاي الأفعال أمر imperative تستخدم أحيانا في النصيحة، فمن يقول لك advice و imperative راح تستخدم واحدة من هذه العبارات حسب المعنى، أو تقول you should وتختار فعل من هذه الأفعال اللي تتماشى مع بقية الجملة. مثلا عندنا هذا التمرين، نأخذ هذا المثال الوزاري. فراغ get them tested once a year، use an imperative to give advice. هي صيغة السؤال، استخدم صيغة الأمر imperative to give advice لإعطاء النصيحة. شوف هذا قلنا افحصهم مرة واحدة في السنة. لاحظ هذه العبارة أو الجملة التاسعة get them tested once a year، راح نقول look after your eyes، اعتني بعينيك. نختار نخلي هنا look after your eyes، او نقول الصيغة الثانية اللي قلنا عليها you should، نصيحة you should look after your eyes، ونكمل الجملة. وهكذا كل الأسئلة الوزارية تجي من هذا ويجيب لك نفس الصيغة هذه. لاحظ هاي الصيغة احفظها. use an imperative to give advice، من يقول لك imperative يعني صفحة 10 بالكتاب الملون. أما تحفظ هاي العبارات وتخليها حسب المعنى، هذه العبارات تحفظها تخليها حسب المعنى، أو تقول له you should وتخلي فعل مناسب. ويفضل إذا كنت ما تعرف حط you should فقط، ممكن تحصل درجة من درجتين إذا هاي ما حافظها. خلي you should وخلي أي فعل حتى لو كان خاطئ، لأن الجملة عليها درجتين ممكن تحصل درجة واحدة أحسن من الصفر يعني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.